وقع وزيرا التجارة والصناعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن ترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية. يستمر بروتوكول التعاون لمدة 3 سنوات، وبموجبه ستخصص وزارة الصناعة شباكا واحدا في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم وتيسير الإجراءات عليهم. كما يهدف البروتوكول إلى تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في ترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج.